جست نورمال جيرل بتحلم بالسينما وبجرب تعمل سينما، وانا مخرجة واوقات ممثلة من وقت لوقت. فعم ناس عملت فيلم اسمه سكر بنات، وهلا عم بعمل فيلم الجديد، هلا عم بعمل الاديتنج تبع الفيلم، ومثلت بفيلم هلا بالصليت بلبنان اسمه رصاصة طايشة، كان هون بالمهرجان السينما مهرجان دبي، وربح أول جايزة وبس. هدول أخباري. مش مزبوط إنه وقفت التعامل، كان عندي كليب مش من زمان يلي هو في حاجات نزل هلأ، مش من زمان كتير، وأنا وقفت قبل لأنه كنت مشغولة بفيلمي وكنت عم صور فيلمي، وأنا بعدت شوي عن مجال الكليبات هلأ، وما بعرف إذا أرجع أعمل حسب الوقت وهيك. I'm not gonna say much about it, بس it's a Lebanese film مع ممثلين معظمهم غير محترفين لبنانية، وأحداثه بتصير بضيعة لبنانية، بس ما بحب كتير أحكي عن موضوع الفيلم هيك قبل ما يطلع. إن شاء الله بالربيع، إن شاء ربيع الله. 2011 إذا كله ماشي أوكي. تمام. When I can drink a lot of water, which is very important. Clean my face after makeup, it's very important too. Now I'm an Olay ambassador, I'm using Olay لأنه it's a very good cream that fights a lot of signs of aging, مش بس wrinkles وهيك ترهل skin tone. ف instead of using many different creams, I'm just using one cream which is good. Basically also exercise, it's very important that you exercise. I when I can I do yoga to stay in shape. أنا مع عمليات التصحيح، مش يعني لما يكون في أشياء صغيرة ممكن تتظبط بدون ميجر تغيير بالوجه، وأنا مع أكيد، بس أكيد أنا ضد عمليات التجميل اللي هلأ كتير الستات بيصيروا بيغيروا شكلهم، بيزيدوا يعني. I don't like it when it's too extreme. Of course I'm against. لا، ما وجهت انتقادات لأنه هذه الأشياء موجودة المجتمعات كلها بالعالم، وحبيت أحكي عنها، بس أنا بفتكر حكيت عنها بطريقة كتير مهذبة، يعني ما أثارت كتير من الجدل. أكيد أثارت جدل، بس إنه العالم تقبلتها. هلا ما عم بعمل كتير إخراج كليبات لأنه عم بشتغل على فيلمي، وبعدت شوي عن إخراج الكليبات لأنه ما في وقت. أنا بحب الاثنين لأنه كل شغلة منهم تعطيني شيء مختلف. أنا ما أكيد إنه نتناول مواضيع ممكن تكون شوي مفاجأة أو شوي شوكينج للعالم، بس بطريقة مش شوكينج، يعني إنه نحن بالعالم العربي وبالمجتمع اللي عايشين فيه لازم نعرف كيف نتعامل مع الجمهور، كيف نتعامل مع الأشياء بطريقة ذكية، يعني إنه نحكي عن الأشياء اللي بدنا نحكي عنها، بس يعني بدون ما نعمل شوك للناس، لأنه الشوك ما بيسمح للأفكار تمرق. إذا أنا بدي أحكي عن موضوع معين وبدي فكرتي تمرق، مش ضروري أعمل شوك، مش ضروري أعمل مفاجأة للعالم. فيني أحكي عن الموضوع بطريقة ناعمة، أقول الأشياء اللي بدي أقولها بدون ما أعمل صدمة، لأنه الصدمة أوقات بتخلق يمكن تخلق حاجز، وما بعود في تواصل، بصير في بس نقاش بدون ما نوصل لشيء يعني. فبس أنا ما شفت الفيلم، يعني ما بقدر أحكم عنه للفيلم، أو ما بقدر أحكم. كل مخرج بالنهاية أنا بحترم رؤية كل مخرج، وكل مخرج عنده طريقة بيتعامل فيها مع الأشياء. في ناس بحاجة إنها تصدم، في ناس بحاجة بشخصيتها بحاجة إنها تصدم، أو هيدي شخصيتها، وفي ناس تانيين بيتعاملوا مع الأشياء بغير طريقة. أنا من طبيعتي إنه أتعامل مع المواضيع اللي ممكن تكون أوقات صادمة بطريقة ناعمة، لأنه هيدي شخصيتي.
أول شيء شخصيته أكيد، شخصيته إيديه. I see myself wherever يعني destiny أو life takes me، بس I know that I follow my dreams، يعني إنه من بعد كل حلم، من بعد تحقيق كل حلم عندي حلم جديد كل مرة، وحسب هالحلم وين بيخدني. فما بعرف what's gonna be my next dream. هلا my dream is to make my second film، إن شاء الله إنه يكون إنه العالم تحبه، إن شاء الله يكون ناجح مثل الأول فيلم، لأنه مش هينة واحد ينجح بتاني فيلم، كتير صعب تاني فيلم إنه واحد ينجح فيه. وبس بعدين بنشوف. لا أنا want to congratulate you على البلوج، إنه إنه it's a success. Bravo. It's a good initiative. I think إنه every woman or every should achieve herself. يعني ما لازم نخاف إنه نحلم، ما لازم نخاف إنه نحلم بالأشياء يمكن أوقات بنحسها ما بتتحقق، بس it's important to dream. Thank you.